مشاهدينا برحب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مستمرين معاكم في العابها صح. مشرفني ومنورني دلوقتي واحد من النقاد الرياضيين المهمين في مصر، استاذ عمرو جاب الله، عشان نتكلم كل ما يحدث داخل نادي الزمالك بالتفصيل. عمرو مشرفني ومنورني وبتبسط دايما بوجودك معايا. انا شرف ليا ان انا ابقى موجود معاك يا يحيى، من فعلا المذيعين الواحد بيستمتع وهو بيتفرج عليهم، فانا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده، وصباح الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. حبيبي يعني عايز ابتدي معاك، عندنا كلام وعندنا كواليس كتيره داخل نادي الزمالك، ويمكن ابرز اللي بيحصل دلوقتي عدم قيد كهرباء في النادي الاهلي. كلام كتير اتقال ان في انديه مصريه تم الاستعلام على كهرباء، وكلام كتير حصل، وانت عندك اكيد التفاصيل كلها، اتفضل. طب بص يا، خلينا نجيب الموضوع من البدايه. الموضوع من بدايه السيزون الماضي ان وليد كهرباء كان موجود في اتحاد الكره عشان يستخرج ورقه، لو تفتكر، ومستند وثيقه تقول ان كهرباء فري. الكلام ده حصل وتابعناه وبصور وبفيديوهات، وانت تابعته والناس كلها تابعته. وقتها وليد كهربا قال ان هو مش هيكمل في الزمالك، وان ابنه فري، وان هو عنده عرض من انديه اخرى، وطلب ان هو ياخد ورقه تاكد ان كهربا فري. من الوقت ده خلاص يعني في قرار نهائي داخل كهربا ان هو يخرج من الزمالك ويعمل تجربه تانية. الزمالك قدر ان هو يوثق العقد اللي كان بيتقال انه عليه لغط، قدر يوثق العقد بتاعه في اتحاد الكوره. كهربا عمل موسم مع الزمالك، موسم كويس طبعا. بعد كده كان واخد قرار نهائي ورحل وعمل التجربه في افجي البرتغالي. تجربه يعني ما شفناش منها من كهربا المردود اللي هو، ولكن انضمامه للمنتخب الوطني اعاد له البريق تاني. بعد كده هو كهربا حسم قراره بالانضمام للاهلي، وفعلا انضم للنادي الاهلي ووقع. جينا بقى لنقطه القيد. نقطه القيد يا يحيى، كابتن سيد قال ان في نادي استعلم عن كهربا، عمل استعلام عن كهربا. عايز اقول لك حاجه، لو بطاقه كهربا وصلت للنادي الاهلي، لو هو متقيد في نادي تاني 100% هيتقيد في قائمه الاهلي، مش لو نادي عمل استعلام. بالنسبه بقى للاستعلام، هو مفيش نادي في مصر عنده مشكله مع الكهربا غير الزمالك. صحيح. الزمالك سالنا، احنا ما عملناش استعلام عن اللاعب، اللاعب اصلا ما يعني ما عادش موجود في قائمتنا. هو لو موجود في قائمتنا، بمجرد ما البطاقه توصل للاهلي، الاهلي هيأيده بسهوله، لكن هو اصلا مش في قائمه الزمالك وتم استبداله. فبالتالي الزمالك مش طرف في الموضوع. الزمالك مش طرف في الموضوع تماما، وما عملش استعلام للاعب. جينا بقى نكمل. طب ايه المشكله؟ المشكله تعالى نفسر تصريح كابتن سيد. كابتن سيد بيقول ان الاهلي امامه 15 يوم في كهرباء لقيده عشان يأيد. صحيح. دي لها ثلاث استنتاجات. الاستنتاج الاول ان ال 15 يوم دول هم مده استخراج بطاقه دوليه مؤقته للاعب، يعني لا اما بتتحرك انك بتستخرج بطاقه دوليه للاعب عشان عندك مشكله مع النادي اللي هو فيه اللي هو افشل البرتغالي. خلينا ااكد لك ان انا بشك كتير جدا في موضوع ان في شرط جزائي الاهلي هيستخدمه في الحصول على اللاعب من افشل البرتغالي. هو الاهلي اكيد بيتفق مع النادي بتشك ان مفيش شرط جزائي في عقد كهربا، ان مفيش شرط جزائي في عقد كهربا مع النادي البرتغالي. وانا شايف ان الموضوع كله ان هي المشكله مع النادي البرتغالي ان هو ما بعتش البطاقه. وقت ما يبعت البطاقه، لو بعتها النهارده يحيى، هو من بكره كهربا يقدر يشارك. كابتن عزم مجاهد كان لسه موجود وبيقول لي البطاقه جت النهارده هيتقيد النهارده، جت بكره هيتقيد بكره، ايا كان ايه اليوم توصل بطاقته يتقيد. بالظبط. فدي طرف ان الاهلي بيتفق مع النادي البرتغالي على ارسال البطاقه وقت وصولها، ها يتقيد بشكل سليم وبشكل نهائي ويلعب في اي يعني لو المباراه بكره هيلعب. صحيح. الاستنتاج الثاني ان الاهلي بيتحرك ان هو يستخرج له بطاقه دوليه مؤقته. خلي بالك انت لو تابعت من فتره هتلاقي تقارير برتغاليه ان النادي البرتغالي، تقارير صحفيه برتغاليه، ان افجر البرتغالي بيتحرك لشكوى كهربا لعدم انتظامه مع الفريق. اذا هنا في مشكله طبعا، يعني الموضوع مش نادي الموضوع مصري كده، مش ماشي باتفاق في حاجه غلط، مش نادي مصري عمل استعلام. هو الموضوع محتاج يتوضح من الاهلي ومن كابتن سيد عبد الحفيظ بشكل اوضح. لان ال 15 يوم دي حاجه من الاثنين، لا بتستخرج بطاقه دوليه مؤقته للاعيب بتاعك، لا انت بتتفق مع النادي البرتغالي على ارسال البطاقه. لان لو الموضوع خلصان بالشرط الجزائي كان الموضوع هيبقى سهل جدا، يعني يوم 1 يناير كنا هنلاقي البطاقه موجوده وبيلعب مع الاهلي. لو جاهز كان بيلعب في ماتش المقصه او موجود حتى في القائمه. لو مش جاهز يبقى يتقال ان هو مستبعد لعدم الجاهزيه وبيتم تجهيزه. اذا القصه كلها في البطاقه، مش في نادي عمل استعلام، لان موضوع نادي عمل استعلام ده ما حصلش تمام.
شايف حل الازمه ممكن توصل لفين؟ هو في ال 15 يوم يا اما بطاقه مؤقته للكهرباء يكمل، يا اما الحل بشكل ودي وارسال مع النادي البرتغالي وارسال البطاقه. شايف الموضوع سهل جدا، انا شايف ان الموضوع كله يعني مثير شويه بما انه هو لعيب عشان كان الصفقه عليها ضجه وكان عليها جدل كبير وصفقه عملت اثاره، فاستكمالا لاثاره الصفقه مش اكتر، عارف الحاجات اللي بتحصل في الميركاتو هي استكمال للاثاره. انا شايف ان سهل جدا الموضوع، هيخلص بسهوله جدا الفتره الجايه، الاهلي هيخلصوا بسهوله جدا وهيبقى موجود في اقرب مباراه مع النادي الاهلي، وشايفه انه مش هياخد وقت كبير قوي. يعني عايز اكمل داخل نادي الزمالك وصفقات نادي الزمالك في يناير، وكلام كتير ان الصفقه الزمالك في يناير هو عبد الله السعيد. بص الصفقه كانت محسومه انها عبد الله السعيد انتظارا لتوصيه كارتيرون او الراي الفني اللي هيقوله في الصفقه. فكارتيرون بيميل لكاسونجو، كارتيرون بيميل ان هو يجيب راس حربه او باك يمين، وعنده مشكله في الباك عنده مشكله كبيره جدا في الباك اليمين. بس خلي بالك الزمالك حاسم موضوع الباك اليمين، بس عبد الله ما يتسابش برضه، خليني اقول لك يعني، لانه لو اتساب كمان الزمالك ممكن ما يقدرش يخلص فيه في نهايه الموسم، لان عبد الله دلوقتي عنده عرض في يناير، عنده عرض كويس من نادي بيراميدز بتجديد عقده اللي بينتهي بنهايه الموسم يعني برقم كويس، عنده كمان عرضين من الدوري الاماراتي مش عرض واحد، عنده بعض الوحده الاماراتي منهم من الامارات، ايه الوحده منهم من الوحده منهم من الامارات، وفي عروض من انديه اخرى خليجيه. عبد الله كان حاسم قراره ان هو يلعب في نادي الزمالك ويعدي رقم عدد اهداف معين بعد دخوله النادي المائي الفتره اللي جايه، عبد الله عايز يلعب في نادي جماهيري يا عم بقميص الزمالك، وهو شايف ان الزمالك هيساعده على ده. لا هو للصيف الماضي يا يحيى عبد الله ما كانش عايز يرجع تاني للنادي الجماهيري، الموضوع اتغير لما قرب من نادي المائي، هو شايف ان الجماهير هتبقى حافز كبير بالنسبه له، هتخليه يحقق الانجاز. هو لعيب ذكي جدا خلي بالك طبعا، ويفكر في كل خطوه في حياته بذكاء كبير جدا، هو لقى انه لتجديد مسيرته في الملعب في حاجه دلوقتي لنادي جماهيري. وخلي بالك هو سهل الامور ماديا جدا على نادي الزمالك، يعني عبد الله في البدايه قال هياخد 15 السيزون ده، مش 15 اللي هو قعد السنه، 15 المتبقي في السيزون، يعني مش نصهم، يعني مش هياخد 7.5، هياخد ال 15 من يناير لنهايه السيزون. فالزمالك قال له الرقم كبير جدا، انا عندي طارق حامد بياخد رقم قريب من الرقم ده، فانا هعمل لك في اعلى فئه، بس احنا جايبينك نص موسم، فمن بدايه الموسم اللي جاي ممكن الرقم ده هو اعلى منه. فعبد الله قال ما فيش مشكله، يعني الزمالك عايز يدفع كام؟ فاتقال له 12، فهو وافق. فعبد الله مسهل الامور من الناحيه الماليه بشكل كبير جدا عن الزمالك، ده اللي مخلي كمان حافز عند مرتضى منصور ان هو يخلص الصفقه، لان اللعيب عنده الحافز بنفس الدرجه اللي موجوده عند الزمالك. صحيح. فمسهله الموضوع، ولكن كارتيرون شايف ان الموضوع ممكن يبقى محتاج راس حربه. الزمالك ماديا دلوقتي قادر على اتمام الصفقه اصل الرقم مش كبير، يعني الرقم يا يحيى بالنسبه ل 12 مليون في عبد الله السعيد، ارقام كتير بتدفع في الزمالك. صحيح. 12 مليون في عبد الله السعيد مش رقم يعني طبعا. يعني بسهوله جدا الزمالك يقدر يدبر الرقم ده ويدفعه يعني. يعني القصه كلها ان الزمالك دلوقتي قال عبد الله ان هو بيحاول ياخد مكان كهربا في القايمه، ان هو خاطب الاتحاد المصري لمخاطبه يعني الاتحاد الدولي، يحصل استيفاء كده واستفتاء في القصه دي، ان هو حصل ظروف قهريه، اللاعب خرج عن النادي ده ورحل رغم امتداد عقده، فهنا في داعي ان انا استبدل اللاعب ده، فالاتحاد المصري قال له انا هخاطب الفيفا استفتيها في الموضوع واشوف الموضوع لوائحيا مظبوط ولا مش مظبوط، وبعدين ارجع لك. والاتحاد المصري رفض في البدايه المساله، وبعدين الزمالك قال انا هصعد الموضوع للاتحاد الدولي، فالاتحاد المصري قال انا هشوف الموضوع، لو الموضوع لوائحيا ممكن اعمله لك، مش ممكن يبقى مرفوض، لو مرفوض هيبقى الزمالك عنده مكان واحد، المكان الواحد ده اعتقد كاسونجو، مش هيبقى عبد الله السعيد. وبشكل كبير كمان الزمالك بيفكر في فيرويد تاني غير كاسونجو وفي باك يمين، وهيحسمها مع كارتيرون. عبد الله السعيد هيجي في حاله واحده انه يحصل استبدال لمقعد كهرباء، لكن الزمالك لسه بيفكر خلي بالك. يعني هو موقف الموضوع افريقيا، هيتأيد عبد الله وهيفيده في دوري ابطال افريقيا؟ هو مش لا لا، هو مستبعد تماما يا يحيى انه يفيده في دوري ابطال افريقيا، هو متأيد هو محليا ياخد مكان كهرباء، لان المكان الثاني الزمالك دلوقتي كارتيرون بيقول كاسونجو كويس، يعني هو من خلال متابعته ليه قبل كده واحتياجه لمركز راس الحربه قال اللعيب ده كويس، اداره الزمالك بتعرض عليه مهاجم ثاني وبتعرض عليه تدعيم الباك اليمين. بعد مباراة أسوان هيحصل جلسة معاه يحسب المسألة، الزمالك هيقيد كاسونجو ولا مش هيقيده، يجيب باك يمين ولا ما يجيبش، فهتحسم
المكان ده بس بعد مباراة أسوار. طب يعني الموضوع ولكن المكان ما فيهوش عبد الله. مكان عبد الله هيتم مكان كهربا لو كهربا لو الاتحاد الدولي وافق على الموضوع لو الاتحاد المصري قال ان الموضوع صح من خلال الاتحاد الدولي ان يعمل استبدال للمكان ده يجي عبد الله السعيد مفيش مشكله. يعني الزمالك مش هيبقى عنده مشكله يعني فيه. دلوقتي مشكله عبد الله السعيد مش فنيا مع باتريس كارتيرون قد ما هي لسه لا مش فنيا خالص. مفيش اعتراض على صفقه عبد الله السعيد ده بالعكس. يعني مسؤول الزمالك كلموا عبد الله ان هم يعملوا عقد من بدايه الموسم الجديد واتكلموا معاه ان لو ما تمتش في يناير تتم في بدايه الموسم. بس عبد الله مش حاسم قراره في الموضوع ده يعني فلسه يعني وفقا لحسم مكان كهربا يتم حسم صفقه عبد الله. طب ايه الاحتياجات من وجهه نظرك يعني ايه الاحتياجات داخل نادي الزمالك يعني باك رايت فيرويد عبد الله السعيد يعني مين اقرب يعني شايف الاولويه المفروض تبقى الباك رايت. الزمالك عنده يعني مشكله كبيره مشكلة جدا بيلعب محمد عبد السلام ومحمد عبد الغني باك رايت هما الاثنين ما بيلعبوش باك رايت بالظبط. يعني انا شايف ان في مشكله كبيره جدا في في في, في الباك رايت يعني الزمالك محتاج باك باي شكل على وجه السرعه في يناير وحد من اللعيبه المميزه في الدوري. في كلام مع كريم العراقي في بعض الفترات واه تامر النحاس اجتمع مع مرتضى منصور تامر ووكيل ايهاب جلال ووكيل اللعيب وبيتوسط في الصفقه فاجتمع مع مرتضى منصور من فتره واتكلم معاه رشحه له رئيس الزمالك قال له الموضوع صعب جدا في يناير انا عندي مكان واحد المكان ده بفكر يعني كارتيرون بيفكر في مهاجم فيه فيبقى صعب في يناير ان انا اضمه لكن انا محتاجه. يعني الزمالك عايز كريم العراقي بس برضه من بدايه الموسم فممكن الكلام يتجدد لو باتريس كارتيرون قال انه محتاج باك يمين. لكن اللي انا باكده لك ان هو اتكلم مع الناس في الزمالك ان هو محتاج راس حربه مش باك يمين. عايز اكمل الكلام عن الصفقات ويمكن ده الملف المشتعل دلوقتي في نادي الزمالك وفي لعيبه كتير عايزه تخرج عن نادي الزمالك وفي لعيبه كتير ممكن عايزه تيجي نادي الزمالك. محمود علاء موقفه ايه داخل نادي الزمالك؟ كان بيتكلم ان في عرض من السعوديه جاي له ان هو عايز يرحل وما رضاش الراجل ان هو يرحل وكلام كتير جدا ده وقت ميتشو. معرفش دلوقتي الموضوع اتغير مع باتريس كارتيرون وممكن محمود علاء يرحل ولا لا؟ هو محمود علاء خلينا نتفق انه من الاعمده الاساسيه للزمالك ومن من ركائز الاساسيه اللي قدرت فعلا تقدم نفسها بشكل كويس مع الزمالك خاصه الموسم الماضي كان مساهم بشكل كبير جدا صحيح. مع الفريق في البطولات اللي كان بيشارك فيها. محمود علاء كل مشكلته في تعديل عقده. محمود عقده يعني يوصل 3,750,000. هو كان خد وعد من رئيس الزمالك بتعديل العقد في الفتره اللي جايه بعد اسداد مستحقات اللاعبين. فهو منتظر تعديل عقده في الزمالك لكن هو دماغه خارجيا خلاص هو في الوقت الحالي يا يحيى باكد لك انه ما عندوش عرض رسمي. محمود علاء كان حصلت مفاوضات شفهيه معاه سواء من اهلي جده او اتحاد جده صحيح. المفاوضات دي انقطعت من فتره ما حصلش تجديد فيها يعني الامور واقفه بشكل كبير. هو منتظر بدايه الانتقالات اول 10 ايام لو المفاوضات اتجددت معاه سواء من هو الاهلي اهلي جده بقى بعيد جدا عن الموضوع بقى بعيد عن مساله ضمه لو المفاوضات اتجددت معاه من اتحاد جده يقدر يقدم عرض للزمالك وقتها يعني خلال اول 10 ايام في الشهر اللي احنا فيه يقدر يقدم عرض للزمالك ويشوف رؤيه رئيس الزمالك في الموضوع خاصه ان هو كل قصته تعديل العقد. يعني محمود مش يعني مش حاسم قراره 100% انه يخرج من الزمالك قد ما هو حاسم انه يعدل عقده ويكمل في الزمالك. الزمالك بيفاوض باير محمدي ولا لا؟ لا يعني ما حصلش مفاوضات معاه من فتره كبيره جدا ما كانش فيه مفاوضات معاه. هو بعيد تماما عن حسابات الزمالك بشكل كبير وكان اترشح في فتره من فتره من الفترات ولكن في الوقت الحالي لا ما فيش مفاوضات معاه. عايز اتكلم كمان عن المرحلين عن نادي الزمالك ويمكن في لعيبه كتير ممكن ملهاش دلوقتي صدى داخل نادي الزمالك. خالد بوطيب عمر السعيد اكتر من لاعب امام عاشور محمد عنتر هو عمر السعيد خلينا نتكلم عن نسيته يمكن من كتر ما انا ما يعني بعيد تماما عن المشهد داخل نادي الزمالك بصراحه. هو محمد عنتر حاسم قراره بالرحيل في يناير واتكلم مع اكتر من وكيل ان هو يجيب له عروض وعنده عرض مؤخرا من نادي وادي دجله فهو بيتكلم انه هو يقدر يخرج في يناير يلعب بشكل اساسي الست شهور المتبقيين من الموسم يقدر ساعتها الزمالك يقيمه اذا كان محتاجه او لا لانه هو كان خارج حسابات ميتشو في البدايه في بدايه السيزون صحيح. هو شارك يحيى في 45 دقيقه فقط في ماتش جنريسيون لو تفتكر جنريسيون فوت ضحى بيه هو ضحى بيه 45 دقيقه ال 45 دقيقه خلصت عليه تماما فجاه يعني حطيته جبته من الدار للنار حطيته في ماتش في دوري ابطال افريقيا وما ادتوش فرص بعد كده فعنتر خارج الحسابات تماما. نفس الامر مع كارتيرون خلي بالك يا يحيى هو مش اتضحى بيه هو محتاج يساعد نفسه
يعني ما تخليناش نقول ان ضحى بيه وخلاص، بس دايما الظروف بتحكم برضو عمرو. يعني خلينا نتفق لما بتيجي في ماتش صعب وماتش كان عليه كلام كتير وحطيته هناك وماتش خارج ارضك وحطيته هو بعيد خالص عن اتفق معاك تماما، بس هل مثلا هو بيأدي في التمرين بشكل لافت للمدرب والمدرب ما بيدلوش؟ المدرب سواء كارتيرون او ميتشو كان في حاجه الى لاعبي الاطراف في الفتره الماضيه، صحيح، لدرجه ان مصطفى فتحي مش يعني مش في مستواه ومش في فورمته، وعلى الرغم من كده خد دقايق رغم ان مصطفى مش جاهز فنيا اصلا للمشاركه. تمام. وده اللي خلى باتريس كارتيرون يستبعده النهارده من مباراه اسوان، ان هو مش شايفه ان مصطفى جاهز فنيا، فشايف ان مصطفى محتاج يشتغل بشكل اكبر. صح. عشان يشارك مع الفريق. فعنتر اللي اصلا ما كانش عنده اصابه وبيتجهز كان المفروض يحيى يساعد نفسه شويه. صح. يعني عشان ما يبقاش اللوم كله على المدرب، لا يساعد نفسه شويه في التمرين ويشتغل بشكل اكبر، يشوف لو عنده مشاكل في الملعب يتكلم مع المدرب، عندي مشكله فنيه في ايه واعالجها. كان بيحصل ده خلي بالك مع مدربين كتير في الزمالك واللعيبه كانت بتاخد فرص. صحيح. الا لو فيريرا كان من المدربين اللي بيصمموا على رايهم جدا. احكي لك موقف طريف، كان محمد شعبان في الموسم اللي هو فيه مع الزمالك، فراح لفيريرا هو كانش بيلعب تماما، كان يعني بياخده يقعده على الدكه وخلاص. فالراجل راح لفيريرا، فكان حسني اللي هو حسني خطاب المترجم كان موجود، فبقول له انا عايز اساله بس لو عندي مشاكل ايه هي عشان اعالجها والعب. فيريرا بص له كده ويعني اللي هو ما تسالنيش، انت مالكش انك تسالني بتلعب ليه او ما بتلعبش ليه، انت تنفذ اللي بيطلب منك وخلاص. صح. فنوعيه فيريرا مش ما كانتش هي اللي موجوده في نادي الزمالك في الفترات اللي فاتت. صح. باستثناء يعني بعض الشيء في شبه جروس. لكن باقي المدربين العلاقه بينهم وبين اللعيبه قريبه جدا. فانت ميتشو كان قريب جدا انك تقدر تتكلم معاه لو عندك مشكله وتحلها. باتريس كارتيرون نفس الموضوع، من المدربين اللي قريبين جدا من اللعيبه تقدر تتكلم معاه لو عندك مشكله. صح. تشتغل عليها وتحلها. ليه؟ صح. ما بتشوفش المشاكل اللي عندك، ولا هل هي كلها مشكله مدربين وانت ما عندكش مشاكل؟ لا يا لا، مستحيل. يعني اكيد مستحيله، يعني مستحيل. انا عمري ما هتحمل، يعني انت لو هتحمل المدرب 50 هحمل اللعيبه 50. بالزبط. او يعني هي لازم، هو انت اصلا انت اللي موجود في الملعب وانت اللي بتلعب، فانا مش هنزل العب مكانك. نفس الموضوع من عنتر لعمر السعيد. عمر السعيد واضح جدا ان كارتيرون مخرجه تماما من حساباته المشاركه. بدا يدخل معاه مؤخرا بشكل كبير بعد ما كان بيستبعده من قائمه ال 20 وال 21 في المعسكر. بدا ان هو لما ياخد 18 لعيب بقى عمر موجود. فعمر بدا يرجع تاني في الصوره مع كارتيرون. اعتقد الفتره اللي جايه هتشهد تطور لعمر على مستوى المشاركه لو هو ساعد نفسه. لكن خالد بوطيب الزمالك حسم الموضوع تماما يا يحيى، ان هيرجع لخالد في خلال الايام دي. انت هترجع امتى؟ هتكون جاهز امتى بعد الاصابه؟ هو كان قلقان شويه من موضوع الاصابه، فعمل اكتر من اشعه في فرنسا وفي المانيا بعد الاشعه اللي عملها هنا في القاهره. وفقا للموعد النهائي لعودته يتحدد مصيره. لو خالد بوطيب هيرجع في نهايه شهر فبراير مثلا او في بدايه مارس، الزمالك هيستبدله يعني ويقيد مكانه كسونجو. لكن باقي اللعيبه انا شايف حتى امام عاشور اللي هو خارج الحسابات تماما ومحتاج يخرج يلعب في نادي تاني، شايف الزمالك هيستبعد. اسلام جابر رجع تاني مع كارتيرون، الراجل مقتنع بيه لانه اشتغل كويس في التمرين. يعني فضل عنده الاراده والعزيمه والاهداف ان هو يبقى موجود مع كارتيرون. فاشتغل في التمرين وعلى اساسه الراجل اداله، يعني ده اللي انا بقول لك عليه، لازم اللعيب يشتغل يساعد نفسه طبعا، او يساعد نفسه عشان المدرب يديله فرص مشاركه. بس امام عاشور هيكمل ولا ممكن يخرج؟ هيكمل يعني رغم ان هو عايز ياخد تجربه، يلعب فتره 6 شهور ويلعب بشكل اساسي لان شايف فرصه في الزمالك صعبه، بس صعب الزمالك يخرجه. عمرو يعني نفسي اقعد معاك اكتر من كده، ويعني لمينا الصفقات ومين ممكن يرحل ومين ممكن يجي نادي الزمالك. بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني ودايما بسعد بوجودك معايا. وانا كمان والله كنت مبسوط معاك وبشكرك جدا. نقدنا الرياضي عمرو جاب الله كان ضيفنا، واتكلمنا عن الصفقات ومين ممكن يكون موجود داخل نادي الزمالك، وعبد الله السعيد مصيره مع نادي الزمالك وكل ما يحدث داخل نادي الزمالك مع نقدنا الرياضي اللي كان مشرفني ومنورني عمرو جاب الله. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا، شكرا لحسن المتابعه، وان شاء الله يجدد لقانا بكره في حلقه جديده من العبها صح. دمتم في امان الله.